السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. أجواءنا الليلة راح تكون حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين أتوقع أن تخف الرطوبة تدريجيا ابتداء من مساء يوم الغد. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواءنا صافية، رياح جنوبية سرعتها 5 كيلومتر ساعة، درجة الحرارة الحالية 38 درجة مئوية، رطوبة نسبية هنا في مدينة الكويت متدنية نوعا ما ولكن تزيد في بعض المناطق القريبة من الساحل، أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر. الليلة أجواءنا حارة إلى ماء الحرارة رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، وأيضا لاحظ استمرار لرياح الكوس الجنوبية الشرقية سرعتها بشكل عام ما بين 8 إلى 30 كيلومتر ساعة، ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة مناطق الساحلية ما بين 31 إلى 36 درجة مئوية، الزرنة الشمالية وأربع وبيان فيلتشا قد تصل إلى 31 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا شديدة الحرارة وأيضا استمرار للرياح الجنوبية الشرقية سرعتها قد تصل إلى 35 كيلومتر ساعة، رطوبة نسبية مستمرة معنا حتى يوم الغد ولكن بعد ذلك تخف تدريجيا مع تحول الرياح إلى الرياح الشمالية الغربية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية. درجات الحرارة توقع في مساء الغد مناطق الساحلية ما بين 42 إلى 48 درجة مئوية، المناطق الوسطى والشمالية من دولة الكويت أيضا ما بين 47 وقد تلامس 49 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت مدن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 3:13، موعد شروق الشمس الساعة 4:48، أما غروب الشمس الساعة 6:49. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله أجواءنا راح تكون شديدة الحرارة، نلاحظ درجة الحرارة قد تصل هنا في مدينة الكويت إلى 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة وعودة الرياح الجافة، وأيضا أجواءنا راح تكون شديدة الحرارة وقد تصل لأكثر من 50 درجة مئوية خاصة في المناطق الصحراوية والزراعية من دولة الكويت. لذا دائما ننصح أعزائي المشاهدين شرب كميات كافية من الماء خلال فترة النهار، وأيضا درجات الحرارة الصغرى متوقعة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية، لاحظ توقع أيضا نشاط في الرياح الشمالية الغربية وفرص الغبار واردة على بعض المناطق انخفاض الرؤية أيضا. لذا دائما ننصح أخذ الحذر والحيطة أثناء القيادة وتأجيل أي نشاط بحري لسلامتكم. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.